طيب هوريك صوره بس مش عارف تنفعل. لا 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 معايا. وفي نفس الوقت مش عايز منك وانت ما يعني لو ما انفعلتش مش عايز شماته. ماشي اوكي. يلا يا جماعه. اقل شيء وان كان جاء متاخرا ولكنه جاء هو القبض على سماء المصري، لانها فعلا تبقى الوصف النيابه بتدعو الى الفسق والضعف. هترفع عليك قضيه؟ ترفع؟ لا رفعت قضايا كتير. لا هترفع قضيه جديده؟ لا ترفع. اللي حضرتك بتقوله ده انا بقول على وصف النيابه، وصف النيابه العامه. النيابه قالت كده؟ قالت كده. طب عندي بقى ما هو احلى. إيه بقى؟ انا عندي حكم صادر ضدها مني انا في القضيه بتاعتي انا من المحكمه الاداريه العليا باستبعاد سما المصري من انتخابات مجلس النواب عن الجماليه لسوء اخلاقها. وكان حكم تاريخي، لاول مره يصدر حكم عن بتقدم فيه لسوء اخلاقها، لسوء اخلاقها وسوء السمعه. ده حكم. وانا بدعوها انها تروح. رفعت هي قضيه بالكلمتين دول والحمد لله خدنا فيها براءه، والحكم بتاع المحكمه الاداريه العليا ده حكم نهائي وبات. بات قاطع لان اداريه عليا. وانا بعتبر ان قرار معالي المستشار النائب العام والقبض عليها وتقديمها لمحاكمه فعلا انا اثمن، لانه قرار حق وقرار صدق. طيب يعني الناس بيقولوا انتوا ولاد منطقه واحده، والدكتور سمير بيتعامل ليه كده مع ولاد منطقته الجماليه، اهالي الجماليه؟ هي عمرها ما كانت من الجماليه. ازاي ده؟ كانت مترشحه في الانتخابات عن دايره الجماليه يا دكتور. كانت مترشحه في الازبكيه عن دايره كلود بيه، سابتها وجت رشحت نفسها في الجماليه. الله اعلم هي من انهي دايره، ولكن انا اعرف انها من احدى قرى المنصوره الشرقيه. ولكنها دكتور سمير صبري بيعمل حساب لسما المصري وبيخاف منها؟ اطلاقا لا، وانا ما بخافش الا من ربنا بفضل الله. انت سكت الفتره اللي فاتت كتير قوي، والبعض شاف ان ده خوف او جاب الدكتور جاب رجله يعني خطوه ورا، يعني انه اهاب سما المصري وان ممكن تتطاول عليه بلسانها. انا وصلت لاقوى مرحله في الحكم النهائي البات اللي صدر ضد لها بسوء السمعه وهذا كان يكفيني. أما الحديث أو اتخاذ إجراءات أخرى معها فهي دون المستوى. طيب هنشوف صورة تانية. حد برضو من اللي حضرتك قدمت بدون بلاغات مؤخرا، وأول واحد أو كنت